بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 23. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. في هذه الآيات التي جاءت بعد ما ذكر الله سبحانه عن أهل الكتاب من مخالفاتهم لأنبيائهم وتمردهم على أوامر الله، ذكر الله في هذه الآيات أن الذين تميزوا عن أهل الكتاب بالعمل واتباع الأنبياء أنهم لا ينالهم هذا الذم الذي سبق في الآيات التي قبل هذه. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا ولا يأتي الحكم عاما لجميع الناس، بل إن الله يستثني من لا يتناولهم الذم ولا يتناولهم الحكم. هذا هو العدل. فأهل الكتاب ليسوا كلهم على ضلال، بل منهم من آمن بالله ورسله واستقام على دين الله، فهؤلاء لا يبخسهم الله حقهم. وإنما الذم واللوم على من خالف كتاب الله وعصى رسله. ولهذا قال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. قال سبحانه: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فالله لا يظلم أحدا ولا ينقصه عمله، بل يوفي المحسنين أجورهم من أي أمة كانوا من الأمم. إن الذين آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق الذي معه ائتمان واطمئنان، هذا في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو كما عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذا هو الإيمان في الشرع، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ما جمع بين هذه الأمور. النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، يعني بالأعضاء الظاهرة، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا هو الإيمان كما جاء في الكتاب والسنة وكما عليه أهل السنة والجماعة. وليس الإيمان كما يقول المرجئة على اختلاف فرقهم، ليس الإيمان مجرد المعرفة بالقلب كما تقوله الجهمية، فلو كان كذلك لكان إبليس مؤمنا، لأنه يعرف ربه سبحانه وتعالى. ولو كان كذلك لكان فرعون مؤمنا، لأن الله قال عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون يعرف الله بقلبه، ويعرف أن موسى صادقا، ويعرف أن هذه الآيات معجزات من عند الله، يعرف هذا كله، ولكنه يكابر ويجحد في الظاهر استكبارا وتمردا. فلو كان الإيمان مجرد المعرفة بالقلب لكان أئمة الكفار مسلمين، لأنهم يعرفون في قلوبهم، يعرفون الله في قلوبهم، ويعرفون أن ما جاءت به الرسل حق، ولكنهم يخالفون لأهوائهم وأغراضهم وشهواتهم. وليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب كما تقوله الأشاعرة، ليس الإيمان هو التصديق بالقلب من غير نطق باللسان ومن غير عمل للجوارح كما تقوله الأشاعرة، لأنه لو كان كذلك لكان المشركون مؤمنين، لأن الله قال عنهم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول، ومعنى هذا أنهم يصدقونه بقلوبهم، لكن لما لم ينطقوا بذلك بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم لم يكونوا مؤمنين، بل كانوا كفارا جاحدين معرضين عن الله ورسوله. وليس الإيمان هو مجرد النطق باللسان كما تقوله الكرامية، فرقة الكرامية يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط ولو لم يكن هناك اعتقاد بالقلب، ولو كان كذلك لكان المنافقون مؤمنين، لأنهم ينطقون بألسنتهم ولكن لا يؤمنون بقلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم كما أخبر الله عنهم، ويشهدون أن محمد رسول الله بألسنتهم ولكن لا يؤمنون به في قلوبهم ولا يعتقدون صدقه في قلوبهم. ولهذا قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهؤلاء كما أخبر الله عنهم في الدرك الأسفل من النار، تحت الكفار وعبدة الأوثان، وهم ينطقون بألسنتهم بأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويزكون ويخرجون مع في الجهاد
لكن ليس في قلوبهم عقيدة ولا إيمان، وإنما يفعلون هذا من باب المجاملة ومن باب الحصول على مصالحهم الدنيوية ولأجل أن يسلموا من القتل. فليس الإيمان مجرد النطق باللسان، أيضا ليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب والنطق باللسان دون العمل كما تقوله مرجئة الفقهاء، هذا غلط. لا إيمان بدون عمل. يقولون إذا يقول هؤلاء إذا اعتقد بقلبه ونطق بلسانه فهذا مؤمن ولو لم يعمل شيئا أبدا، لو ترك الصلاة والصيام والحاج وترك الجهاد في سبيل الله ولم يعمل خيرا قط، ما دام انه يعتقد بقلبه صدق الرسول وينطق بلسانه ويشهد انه رسول الله، يقولون هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا مؤمن ولو لم يعمل شيئا. فلا يجعلون الاعمال داخله في الايمان، ولهذا سموا مرجئه لانهم اخر، الارجاء هو التاخير، اخروا الاعمال عن مسمى الإيمان. ويقولون يكفي أنه ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ولو لم يعمل شيئا أبدا، ولو ما صلى ولا صام ولا حج ولا عمل أي شيء هو من أهل الجنة، وهذا باطل، لأن الله جعل الأعمال من الإيمان. قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعل الجهاد في سبيل الله من الإيمان. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فجعل هذه الأعمال من الإيمان، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، جعل إقام الصلاة إيمانا، ومما رزقناهم ينفقون الزكاة والصدقات جعلها إيمانا، ثم قال أولئك هم المؤمنون حق. إذن من لم يعمل هذه الأعمال فليس بمؤمن. قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد أفلح المؤمنون ثم ذكر أعمالهم، ما صاروا مؤمنين إلا بهذه الأعمال، ولو لم يأتوا بهذه الأعمال لم يكونوا مؤمنين. فالإيمان ليس مجرد دعوة، ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله يقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. كذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لقول المرجئة إن الإيمان شيء واحد أصله في القلب لا يزيد ولا ينقص، هذا قول باطل. الله أخبر أن الإيمان يزيد وأنه ينقص.
قال سبحانه وتعالى في الآيات التي سمعتم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد. قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، دل على أن الآيات تزيد في إيمان المؤمنين إذا سمعوها. وقال سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد، وما كان يزيد فهو ينقص، كما قال سبحانه وتعالى في الأعراب كما قال سبحانه وتعالى في الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما عندهم إلا إيمان ضعيف، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما توهم داخلين في الإسلام، ما تمكن الإيمان من قلوبهم، عندهم إيمان ضعيف، لكن أخبر أنه سيزيد في المستقبل. وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يصبح صاحبه قريبا من الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن للإيمان مرتبة عليا ومرتبة دنيا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان يتفاوت، يعظم وينقص، وليس هو شيئا واحدا كما يقوله المرجئة. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فدل على أن الإيمان يضعف، أن له حالة يكون فيها أضعف شيء. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان يضعف حتى يزن حبة خردل، فالإيمان يزيد وينقص. فالإيمان هو كما عرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان داخل في حقيقته الأعمال الصالحة، فمن ليس له أعمال ترك الأعمال نهائيا ولم يعمل شيئا، لم ينفعه النطق باللسان والاعتقاد بالقلب، وهذا ليس بمؤمن. والمرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا، نسأل الله العافية، هذا ضلال، هذا ضلال مبين ومخالف للكتاب والسنة. ومع الأسف في وقتنا الحاضر ظهر جماعات من المتعالمين يؤيدون هذا الرأي، رأي المرجئة، ويقولون الإيمان يتحقق بدون عمل، الأعمال ليست من الإيمان. بعضهم يقول الأعمال شرط في الإيمان وليست هي من الإيمان، والبعض الآخر يقول لا، ليست من الإيمان أصلا، يكفي إنه معتقد بقلبه وناطق بلسانه ولو لم يعمل شيئا. ظهر جماعات من المتعالمين أي المدعين للعلم يؤيدون هذا الرأي، فيجب الحذر منهم، وصاروا يكتبون الآن ويؤلفون مؤلفات في هذا المذهب، مذهب المرجئة، ويروجون على الناس من أجل أن يهون العمل على الناس، تهون المعاصي على الناس، تهون ترك الصلاة، ويهون جميع ترك الواجبات لأنها ليست من الإيمان. يقولون معنى هذا أنه ما يعمل شيء، وهم كافلين له وضامنين له أنه مؤمن وأنه من أهل الجنة، نسأل الله العافية. يجب التنبه لهذا الضلال الذي أخذ يظهر على الساحة اليوم على أيدي بعض المتعالمين الذين يدعون العلم وهم لا يعرفون شيئا، ولم يدرسوا عقيدة السلف، ولم يتعلموا على العلماء،
وإنما تعلموا على أنفسهم وتخرجوا على الكتب فقط. وهذه آفة التعالم، هذه آفة التعالم، وآفة الابتعاد عن العلماء، وآفة ترك التعلم، له آفات كثيرة، هذا من أخطرها وأشدها. أما قوله تعالى والذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود، هم اليهود، وهم الذين ينتسبون إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام، ينتسبون إلى التوراة. اليهود هم الذين ينتسبون إلى اتباع موسى عليه الصلاة والسلام وينتسبون إلى التوراة. سموا يهودا، قيل إنه من الهود وهو التوبة، لأنهم الذين تابوا من عبادة العجل، كما قال موسى عليه السلام إنا هدنا إليك، يعني تبنا، هدنا يعني تبنا. فسموا يهودا من الهود وهو التوبة. وقيل سموا يهودا لأنهم من ذرية يهوذا ابن يعقوب، من ذرية يهوذا ابن يعقوب، فسموا يهودا نسبة إليه، فالله أعلم. لكن الحاصل أنهم أتباع التوراة، هؤلاء هم اليهود، يزعمون أنهم يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام. والنصارى، النصارى هم الذين يتبعون عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، يتبعون الإنجيل. اليهود النصارى يتبعون العهدين، القديم التوراة ويتبعون الجديد وهو الإنجيل، يتبعون العهدين، ويسمونها العهد القديم والعهد الجديد، أو الأسفار القديمة وهي أسفار التوراة، والأسفار الجديدة وهي أسفار الإنجيل. النصارى هم الذين ينتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قيل سموا نصارى نسبة إلى البلد التي نشأوا منها وهي الناصرة، بلدة في فلسطين، بلدة في فلسطين تسمى الناصرة، فنسبوا إليها وقيل نصارى. وقيل سموا نصارى أخذا من قولهم، من قول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فسموا نصارى من هذا، من قولهم نحن أنصار الله. وأما الصابئون فقيل هم جماعة من النصارى خرجوا على دين النصارى، فسموا صابئين لأن الصبأ معناه الخروج، يقال صبأ فلان يعني خرج، خرج عن الدين، صبأ إذا خرج عن الدين، يعني سواء خرج عن دين الكفر إلى دين الإسلام أو خرج عن دين الإسلام إلى دين الكفر يقال له صابي، يعني خارج. ولهذا كان المشركون يلقبون المسلمين بالصبأة، ويلقبونهم بالصبأة لأنهم خرجوا على دين المشركين واعتنقوا دين التوحيد، فيسمونهم الصبأة. والصابي هو الذي يخرج من الدين سواء كان دينا حقا أو دينا باطلا. فالصابئة سموا صابئة لأنهم خرجوا من دين النصارى فصبأوا منه، فهم فرقة من النصارى. وقيل لا، الصابئون لم يتبعوا نبيا معينا، فرقة أو طائفة من الناس لم يتبعوا نبيا معينا، وإنما جمعوا من الأديان، جمعوا من الأديان جزئيات من كل دين جزئية، وكونوا دينا مجموعا من الأديان وتدينوا به، هؤلاء هم الصابئون. ثم قال جل وعلا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، انتبهوا لهذا، من آمن بالله يعني من هذه الفرق
اليهود والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا هذه الآية نزلت في أناس كانوا على دين الأنبياء، على دين أنبيائهم موسى وعيسى عليهم السلام، متمسكين بالدين الصحيح وماتوا على ذلك، ماتوا على ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان متمسكا بدين موسى أو متمسكا بدين عيسى تمسكا صحيحا غير مبدل ولا مغير فهذا مؤمن ومات على ذلك فهو من أهل الجنة، من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر بأن تمسك باتباع نبي من أنبيائه، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، قال سبحانه ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. هذه صفتهم، أنهم كانوا على دين صحيح متمسكين به إلى أن ماتوا وهم عليه، هؤلاء مسلمون ومؤمنون ولهم الجنة بإيمانهم واتباعهم لرسولهم. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكون مؤمنا إلا من اتبعه من اليهود والنصارى والصابئين والوثنيين والمجوس والذين أشركوا، ما يكون على وجه الأرض مؤمن إلا من اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بهذا الرسول ويتبعه فإنه كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو صابئا أو وثنيا أو كان دهريا أو غير ذلك، فلا طريق إلى الجنة إلا بطريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما الآية التي قال الله فيها من آمن بالله هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أمر اليهود والنصارى وأمر جميع أهل الأرض باتباعه، ومن لم يتبعه فإنه كافر. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه، شوف واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه في الآية التي قبلها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا لم يبق دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إلا دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يدخل في الإسلام الذي جاء به الرسول فإنه كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو غير ذلك.
وليس كما يقول أهل الضلال والجهال الآن الذين يقولون إن اليهود مؤمنون ولو لم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن النصارى مؤمنون وإن لم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم إخواننا. المشكلة أنهم يقولون هم إخواننا، كلهم يؤمنون بالله كلهم، هذا كفر وضلال والعياذ بالله، وردة عن دين الإسلام الذي لا يرى أن اليهود كفارا ولا النصارى كفارا، ويرى أنهم على حق وهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكفرون به، يكفرون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي من يقول الآن أنه يجب التآخي بين الأديان الثلاثة والتحاور بين الأديان الثلاثة، ويقول إخواننا اليهود والنصارى، بل يفتي بأنه يجوز للنصراني واليهودي أن يتزوج المسلمة لأنهم مؤمنون، نسأل الله العافية. هذا قول باطل لم يقله أحد من الأمم إلا هؤلاء الجهلة الضلال، نسأل الله العافية. من آمن بالله ولا يكون مؤمنا بالله إلا إذا اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل دينا سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب على اليهودي أن يترك اليهودية ويدخل في دين محمد، ويجب على النصراني أن يترك دين النصارى ويدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب على الصابئين أن يتركوا دينهم ويدخلوا في دين محمد، ويجب على كل أهل الأرض. هذا معنى من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة والبعث النشور، لأن من آمن باليوم الآخر استعد له بالأعمال الصالحة، تاب إلى الله من الذنوب وأكثر من الأعمال الصالحة استعدادا لليوم الآخر. أما من لم يؤمن باليوم الآخر ولم يصدق به فإنه لا يعمل صالحا قط ولا يستعد لهذا اليوم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، شوفوا، ما يكفي آمن بالله واليوم الآخر، يعني صدق بقلبه، صدق بقلبه بالله وصدق بقلبه باليوم الآخر، لكن لم يعمل، هذا لا ينفعه شيء، لا ينفعه إيمانه بالله ولا إيمانه باليوم الآخر، لا ينفعه شيء إذا لم يعمل صالحا. هذا فيه رد على المرجئة الذين ذكرت لكم، اللي يهونون من شأن الأعمال ويقولون ما تدخل في الإيمان ولو ما عمل الإنسان شيء. الله جل وعلا شرط العمل، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، لابد من هذه الأمور. فلهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم الذي وعد الله به المؤمنين، وهو سبحانه لا يخلف وعده، وقد وعد الله المؤمنين، وعد الله المؤمنين الجنة والنجاة من النار، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، ووعد سبحانه أنه يضاعف الحسنات، أنه يضاعف الحسنات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره الذي وعده به، لأن الله لا يخلف وعده. فلهم أجرهم عند ربهم، بل أيضا لا خوف عليهم يوم القيامة، فيها أهوال وفيه خوف شديد وفيها أفزاع ومخاطر، يخاف الناس، وحتى إنهم يعرقون في المحشر عرقا شديدا، فمنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ إلى حلقه، ومنهم من دون ذلك من شدة الخوف والزحام، من شدة الخوف والزحام
وطول الموقف شاخصة أبصارهم، حافية أقدامهم، عراة ليس عليهم ثياب، ويقفون 50,000 سنة في الموقف، فالهول شديد جدا. أهل الإيمان لا يخافون في هذا الموقف، لأن الله جل وعلا يقول: وكان يوما على الكافرين عسيرا. أما أهل الإيمان فإنهم لا يحسون بشيء من أهوال هذا الموقف، لأنهم آمنون ولا خوف عليهم، فلا يخافون حين يخاف الناس من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون. الحزن يكون على شيء فات، فهم لا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، لأن الله عوضهم خيرا منه وهو الجنة. ما يبقى في قلوبهم حزن على شيء أبدا، بل إن الله يعوضهم عما فاتهم في الدنيا خيرا منه وهو الجنة، فلا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على الماضي. هذه وعود كريمة من الله، 3 وعود له على الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر فله أجره، هذا الوعد الأول، له أجره عند ربه. الوعد الثاني: لا خوف عليهم. الوعد الثالث: ولا هم يحزنون. هذه الثمرة أو الثمرات المترتبة على الإيمان. أما أهل الكفر وأهل النفاق فإنهم يجتمع عليهم الخوف والحزن والعقوبة الشديدة والعياذ بالله، فلا ينفع في هذا اليوم إلا العمل الصالح، الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، هذا هو الذي ينفع في هذا اليوم. فليستعد المسلم، ولهنا ميزة لليهود ولا للنصارى ولا للمسلمين، ما لحد ميزة إلا بالعمل الصالح أبدا، ما لحد ميزة إلا بالعمل الصالح من أي دين كان ومن أي جنس كان. الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، هذا هو الذي. ولهذا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم، رجع الخطاب إلى بني إسرائيل كما كان في الأول، يعني واذكروا يا بني إسرائيل وقت إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. لما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة ونظروا فيها استثقلوا ما فيها من الأوامر، استثقلوا ما فيها من الأوامر والواجبات، وعظم عليهم شأنها فهموا بترك العمل بها. وهذا من عيوب اليهود واختلافهم على نبيهم وعلى كتاب ربهم، لما رأوا ما في التوراة من التكاليف تبرموا منها وامتنعوا من الامتثال لما فيها. فالله جل وعلا نطق عليهم الجبل فوق رؤوسهم: رفعنا فوقكم الطور، والطور هو الجبل، رفعه الله على رؤوسهم، إن لم يمتثلوا فسيسقط الجبل عليهم ويهلكهم عن آخرهم، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، صار مثل السحاب فوق رؤوسهم، جبل صار فوق رؤوسهم ظلة مثل السحاب. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة.
وهنا يقول وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وفي الآية الأخرى الجبل، والطور هو الجبل في اللغة، طور هو الجبل. وقد اختلف العلماء هل هو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، أو هو جبل من الجبال غير معين، وهذا لا يهم. المهم أن الله سبحانه وتعالى نتق الجبل فوقهم يهددهم به، إن لم يمتثلوا التوراة فإنه سيوقع عليهم الجبل ويدكهم به دكا، وهذا من لؤمهم، هذا من لؤمهم وعتوهم، أنهم لا يمتثلون إلا بالتهديد، ما يمتثلون أوامر الله إلا بالتهديد. أما أهل الإيمان فإنهم يمتثلون أوامر الله مبادرين مسرعين، طيبة نفوسهم، فرحين بها، فرحين بها ولو كانت شاقة، فإنهم يعلمون أن لهم فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى فيمتثلونها مهما كانت، ليس لهم خيار في امتثال. أما هؤلاء فكانوا يتباطؤون عن الامتثال ويتعللون ويتبرمون، ولم يمتثلوا إلا بعد أن رفع الله الجبل فوق رؤوسهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أنزل الكتاب بالحق والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فمن لم يمتثل فله الحديد وهو الجهاد في سبيل الله، يجاهد حتى يمتثل. كذلك بنو إسرائيل لما لم يمتثلوا هددهم الله بإلقاء الجبل عليهم، فالمعاند ليس له، المعاند ليس له إلا العقوبة الشديدة، إما بالجهاد في سبيل الله وإما بما حصل لبني إسرائيل من التهديد بإلقاء الجبل العظيم عليهم. ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم، وهو التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد، ما هو بكسل وخمول وفتور، خذوه بجد، خذوا ما آتيناكم بقوة، واذكروا ما فيه، يعني اقرأوه وتدارسوه وتعلموه، هذا معنى اذكروا ما فيه، واعملوا به، ادرسوه واعملوا به، هذا الواجب نحو كتاب الله عز وجل، أن يذكر ما فيه بالتلاوة والتدبر والعمل بما فيه، فإن كتاب الله لم ينزل من أجل أن يوضع في الرفوف أو من أجل أن يقرأ للبركة أو للحروز والتمايم، إنما أنزل الكتاب لدراسته وتدبره والعمل بما فيه. واذكروا ما فيه، اذكروه بالتلاوة والعمل والتدبر، التعلم والتعليم، لا تهجروا كتاب الله عز وجل لعلكم تتقون. هذا فيه أن دراسة كتاب الله وتدبر كتاب الله والعمل به سبب للتقوى، سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإعراض عن كتاب الله وهجر كتاب الله سبب للضلال وسبب للخسارة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يذكرهم الله سبحانه وتعالى بواقعة حصلت لأجدادهم، واقعة فظيعة جدا حصلت من أجدادهم، وهذه أيضا من قبائح أفعالهم، وهي قضية السبت. السبت ما هو؟ السبت يوم السبت المعروف، أحد أيام الأسبوع، أحد أيام الأسبوع. ولقد علمتم الذين اعتدوا، يعني من أسلافكم، في السبت، يعني في يوم السبت. كيف اعتدوا يوم السبت؟ بينتها الآية الأخرى في سورة الأعراف، وذلك في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية على ساحل البحر يسكنونها
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، نعم، إذ يعدون في السبت، نعم، فتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أتدرون ماذا حصل منهم؟ الله جل وعلا حرم عليهم الصيد يوم السبت، صيد الحيتان، صيد السمك يوم السبت، لأجل أن يتفرغوا لعبادة الله، لأجل أن يتفرغوا لعبادة الله ويتركوا الصيد والأعمال، كما أن المسلمين يتفرغون يوم الجمعة لصلاة الجمعة، والنصارى يتفرغون يوم الأحد لعبادة الله في يوم الأحد. المسلمون لهم يوم الجمعة خير الأيام اختاره الله لهم، اليهود صار لهم يوم السبت يتفرغون فيه للعبادة، النصارى اختاروا يوم الأحد يتفرغون فيه للعبادة. اليهود اعتدوا في السبت، بدل أنهم يتفرغون للعبادة ويعبدون الله اعتدوا، لأن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت. فماذا فعلوا؟ تحيلوا، حفروا الحفر على الساحل، حفروا الحفر على الساحل وجعلوا فيها الشبابيك، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقد امتحنهم الله، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة لأجل إغرائهم بصيدها، لكن يعلمون أن الله حرم عليهم الصيد، فماذا يعملون؟ عملوا الحيلة، حفروا الحفر ووضعوا فيها الشبابيك، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت سقطت في الحفر ومسكتها الشبابيك، فإذا صار يوم الأحد أخذوها من الحفر، ويقولون ما صدنا حنا يوم السبت، هم ما صادوا بالفعل لكنهم تحيلوا، عملوا الحيلة على ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا تجوز الحيل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا حفر لها الحفرة ووضع فيها الشباك ووقعت فيها فقد صادها، هذا حيلة على الله جل وعلا، واحتيال على ما حرم الله. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني تأتيهم الحيتان بكثرة يوم السبت ابتلاء وامتحان لهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، امتحان لهم، كذلك نبلوهم، شوف كذلك نبلوهم يعني نمتحنهم بما كانوا يفسقون. ماذا حصل من الآخرين الذين ما عملوا هذه الحيلة من بني إسرائيل، ما شاركوا في عمل هذه الحيلة؟ انقسموا إلى قسمين، قسم نصحوا ووعظوا وقسم سكتوا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مثل ما في البقرة. الذين نصحوا ووعظوا وأنكروا المنكر أنجاهم الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأما الذين سكتوا سكت الله عنهم، وأما الذين اعتدوا أخذهم الله بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وهنا يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذا خطاب لبني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما حضروا هذه الواقعة لكن علموها من تاريخهم ومن التوراة، علموا ذلك، فلماذا لا يتعظون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اعتدوا على أي شيء؟ اعتدوا على الصيد الذي منعوا منه في هذا اليوم، اعتدوا عليه بالحيلة، اعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا أمر من الله، أمر تكوين، والله جل وعلا إذا أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون. قال لهم كونوا قردة فصاروا قردة في الحال، تحولوا من صور آدميين إلى صور قردة، أقبح الصور والعياذ بالله، مسخهم الله قردة، مسخهم الله قردة، عقوبة لهم لما غيروا شريعة الله سبحانه وتعالى واحتالوا على محارم الله، الله مسخهم قردة ثم هلكوا بعد ذلك، لأن الممسوخ يقولون الممسوخ لا يعيش ولا يكون له ذرية ولا نسل، فهذه الأمة صاروا قردة فضيحة لهم، ثم إنهم انقرضوا وهلكوا من بني إسرائيل. بسبب ماذا؟ بسبب الاحتيال على أمر الله سبحانه وتعالى ومخادعة الله جل وعلا في أمره، وليس هذا خاصا ببني إسرائيل، فكل من تحيل على ما حرم الله فإنه حري أن يمسخه الله، إما أن يمسخ صورته وإما أن يمسخ قلبه ويزيغ بعد الإيمان، نسأل الله العافية. المسخ قد يكون للقلوب والعياذ بالله. وبعض العلماء يقول قلنا لهم كونوا قردة يعني مسخ الله قلوبهم، وإلا صورهم ما تغيرت، ولكن الصحيح أنها تغيرت قلوبهم وتغيرت صورهم وصاروا قردة ثم هلكوا وانقرضوا، نسأل الله العافية والسلام. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين يعني ذليلين بسبب المعصية والكفر بالله عز وجل والاحتيال على حرمات الله عز وجل. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها يعني جعلنا هذه العقوبة وهذه النكبة الذي حلت بهم نكالا يعني زاجرة، زاجرة لما بين يديها يعني لمن حضرها في وقتها وما خلفها يعني من يأتي بعدها إلى يوم القيامة. جعل الله هذه النكبة زاجرة لمن حضرها وشاهدها، وزاجرة لمن بلغه خبرها إلى يوم القيامة، نكالا لما بين يديها وما خلفها. والنكال هو العقوبة والزجر، كما قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عقوبة تردع وتمنع من الوقوع في مثلها. والنكل هو القيد الذي يقيد به المجرم، كما قال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، أنكال جمع نكل وهو ما يقيد به المجرم والعياذ بالله، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بدينه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل بشريعته، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا وإياكم الحق ويرزقنا اتباعه، ويرزقنا وأن يرزقنا معرفة الباطل واجتنابه، إنه سميع مجيب. ونسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يولي على المسلمين في جميع أقطار الأرض خيارهم، وأن يكفينا ويكفيهم شرارنا وشرارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الدروس القيمة، والتي أسأله أن يجعلها في موازين حسناته وينفعنا بها، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، أستأذنكم في قراءة بعض هذه الأسئلة التي وردت إلينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الأقباط واليهود والنصارى، وهل للأقباط رسول، وما هو دينهم؟ الأقباط هم جماعة فرعون، جماعة فرعون من أهل مصر، لأن كان في مصر على عهد فرعون طائفتان، طائفة الأقباط وهم الذين منهم فرعون، وطائفة بني إسرائيل الذين هم من أولاد يعقوب عليه السلام. نعم.
أحسن الله وهم ليسوا نصارى. الأقباط في الأصل ليسوا نصارى، لكن فيما بعد دخل منهم من دخل في النصرانية فنصروا فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: قمت بزيارة أحد الأقرباء، وقام واتصل بأحد المطابخ لعمل وليمة أي ذبيحة لي، وحلفت عليه أن لا يذبح الذبيحة لأني لا أريد الخسارة له وأنني لا أكل اللحم، وقال لي لم أتصل بأي مطبخ، واتضح بعد ذلك فعلا أنه اتصل بالمطبخ لعمل وليمة، وأثناء الغداء تأكد لي ذلك، وقمت وأكلت الرز فقط وليس اللحم وسمك من بيته فقط، فهل علي كفارة يمين على حلفي؟ وما قيمة الكفارة بالدراهم السعودية؟ وهل يجوز لي أن أدفعها في بلدي؟ إذا كنت حلفت عليه أنه ما يعمل شيء وعمل، عليك كفارة. أما إذا كنت حلفت أنك ما تأكل منها، ما حلفت عليه أنه ما يعمل وليمة، لكن حلفت أنه أنك ما تأكل منها، يختلف الحال باختلاف الاحتمالين. فإن كان الاحتمال الأول هو أنك حلفت عليه أنه ما يعمل وليمة وعملها، فإن عليك الكفارة لأنه حنثك في يمينك، فيكون عليك الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين، كل مسكين له ثوب، أو عتق رقبة إذا تمكنت من العتق، والعتق غير موجود الآن. ولا تكون الكفارة بالنقود ولا بالريالات، لا السعودية ولا غيرها، إنما تكون بالطعام أو بالكسوة، بالطعام أو بالكسوة. فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام. نعم. هذا سائل يقول: إنه يعيش في بلدة وأهله وأولاده في بلدة أخرى، ويجوز أنك تطعم هنا، تخرج الكفارة هنا في السعودية أو تخرجها في بلدك، أي خالف، المهم أنك تخرجها في أي مكان للفقراء، تعطيها للفقراء في أي مكان، فقراء من المسلمين، لفقراء المسلمين. نعم. هذا سائل يقول: إنه يعيش في بلدة وأهله وأولاده في بلدة أخرى، ولا يراهم إلا كل 4 وخميس وجمعة، فهل عليه إثم خصوصا في قضية تربيتهم وعدم حصولهم على التربية الكافية؟ إن حصل أنك تأخذهم معك وتسكنهم معك في البلد الذي تعمل فيه وتربيهم، هذا واجب عليك، وإذا لم يتيسر هذا فإنك تتركهم في بلدهم وأنت تذهب لطلب الرزق، ولكن تراسلهم تأتيهم بين كل حين وآخر تأتيهم، وأيضا إن كان له قريب من إخوانك أو من أعمامك أو من أقاربك توصيه عليهم، يراعيهم ويراقبهم في غيابك. نعم.